اللي جاي ايه يعني؟ النهاردة اسرع قرار تقريبا اقالة فيتوريا، تعيين كابتن حسام حسن، مش هنتكلم بقى على محمد يوسف، وتولي المسؤولية. وكان حلم لحسام حسن انه يبقى مدير فني لمنتخبنا الوطني. هسألك سؤال وتجاوبني بمنتهى الصراحة، هل للحظة كان عندك امل انه حد يكلمك يقول لك تعالى امسك المنتخب؟ لا خالص يعني خالص. لا، لان انا الحقيقه انا اعلنتها ويمكن قلتها لحضرتك قبل كده. نعم. انا مدرب انديه يعني. انا مدرب انديه؟ لا انا دلوقتي يعني المنتخب. لو جالك منتخب هتقول لا؟ لا، لان انا اتعرض عليا مره منتخب شباب في، وانا يعني وانا وضحتها قبل كده، قلت لهم يا جماعه خلي بالك انا مؤمن جدا بموضوع التخصص، وقلتها قبل كده، هو مورينيو ما كانش ممكن يمسك منتخب البرتغال بعد يوم او يومين من اي اخفاق. جوارديولا ما يقدرش يمسك منتخب اسبانيا. يورجن كلوب. احنا يعني اعتقد ان مدربين يعني انا بالنسبه لي متعتي في العمل اليومي مش في التجمعات البعيده والحاجات دي. نعم. فلا كان عندي امل ولا كان عندي بالعكس شرف كبير لاي حد بيمسك منتخب بلده، لكن ما عنديش رغبه العمل نفسه في المنطقه دي. انا منطقتي بتاعت انديه وانا بحب ده. وفي مدرب منتخبات ومدرب انديه يا كابتن ايمن؟ اكيد، بس في مدربين بيصلحوا للاثنين. نعم. زي ما في مدرب بيصلح ان هو يشتغل جزء احيانا في القطاع ويشتغل في الفريق الاول، وفي مدرب ما عندوش الا قدره واحده بس ان هو يعني انا ما اعتقدش ابدا ان بيب جوارديولا هيلاقي متعه انه يمسك منتخب اسبانيا بسبب ان هو ما بيحتكش يوميا مع لاعبين ويشتغل شغل يومي. فانا اعتقد ان دي لا، في مدربين كتير بتنجح مع يعني مع الاثنين. كابتن جوهري مثلا. وفي مدربين زي كابتن جوهري مثلا. نعم. وفي مدربين منتخبات اكتر منها انديه زي كابتن حسن شحاته. حسن شحاته. نعم. في مدربين انديه ومش منتخبات، فهي الفكره حسب رغبه المدرب نفسه. في واحد بيحب يحتك بالعمل بالجانب العملي يوميا. نعم. وفي واحد بيحب يكون على رأس هرم يخطط، وحكايه العمل اليومي ده ما تفرقش معاه كتير. نعم. فانا الحقيقه كان يعني ما كانتش يعني حتى لما بسمع ترشيحات بقول يعني انا لو حد قال لي هقول له انا بالعكس هتشرف وحاجه تبقى كبيره وفي السي في كبيره. نعم. لكن مش شايف نفسي فيها ابدا ابدا يعني. بس ممكن تشوف نفسك فيها بعد كده؟ ما هو بقى ده دي المهم. المهم. نعم. ان احنا بيجي علينا وقت بيبقى القدرة على العمل اليومي تقل والخبرات تزيد، فبالتالي يصبح العمل مع المنتخبات أمر حتمي، وبالعكس بيكون أفضل كتير يعني. طيب خليني أسألك عن حسام حسن. الكابتن حسام مدرب صاحب اسم كبير جدا كلاعب. خطى خطوات في التدريب ما بين إجادة وإخفاق وإجادة. يعني أعتقد احتكاك كبير. عليه إن هو دلوقتي يعلم إن مدرب المنتخب، ونحي شوية تجربة الأردن، مدرب المنتخب دي ليها ضريبة كبيرة جدا لازم يقوم بيها اللي هي الهدوء. وأول حاجة أنا أعتقد إن الكابتن حسام فنيا مدرب متميز. على ما شفته يعني، وأنا أعرفه جيدا، شخصية قوية، لكن يحتاج ان هو يوجه الشخصية القوية دي في اتجاهها الصحيح اللي هي تعمل حالة من الرغبة الشديدة في العمل عند اللاعب او في الرغبة الشديدة في العطاء. ما تعملش حالة من التوتر. لان هو شعر بسيطة ما بين العطاء بقوة شديدة جدا والروح العالية وما بين حالة التوتر اللي ممكن تحصل. كابتن حسام مدرب كبير، اسمه كبير، لازم كلنا ندعمه. نعم. لان الحقيقه زي ما انا بقول احنا، وانا سمعت امبارح مع حضرتك الكابتن احمد سامي، انا بحييه على الكلمه دي، قال لك ان احنا بنجيب مدربين التصنيف الثالث في العالم. نعم. فبالتالي الكابتن حسام قدراته ممكن تكون اعلى من مدربين اجانب كتير بتيجي هنا.